السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو دوت هنتكلم عن اول مثال من امثله السي بي يو سكيدولينج. احنا عارفين ان في حاجه اسمها ريدي كيو بيكون جواها البروسيس اللي جاهزه ان هي تتنفذ جوه سي بي يو، وبيكون قدام الاوبريتنج سيستم مجموعه من الالجوريزمات ممكن يستخدمها بحيث يسلكت مين البروسيس اللي يكون عليها الدور في التنفيذ. ففي السؤال دوت مديني 5 بروسيس من بي 1 لبي 5، قال ان هم كلهم موجودين at time بيساوي 0، والترتيب اللي هم موجودين بيه او اللي وصلوا بيه في الريدي كيو هو بنفس الارقام 1 2 3 لحد 5. مديني قدام كل بروسيس معلومتين، المعلومه الاولى هي ايه البيرست تايم بتاعها اللي هتاخده جوه السي بي يو عشان تتنفذ، وتاني رقم معبر عن البرايورتي. فطلب عندي اول طلب ان انا ارسم جانت شارت بحيث اوضح الاكسكيوشن بتاع البروسيس هيتم ازاي بناء على كل واحد من الالجوريزمات اللي جايه دي، اللي هو الفيرست كوم فيرست سيرفد والشورتست جوب فيرست والنون بري امتيف برايورتي. وقال لي معلومه مهمه لازم اخد بالي منها، ان اللارجر برايورتي نمبر امبلايز ا هاير برايورتي، معناها ان الرقم الكبير هو له الاولويه الاكبر، لان في مسائل تانية ممكن تختلف. والالجوريزم الرابع اللي هو راوند روبن. فتعالوا نشوف ازاي ان احنا نستخدم جانت شارت عشان نوضح الترتيب اللي هيحصل بيه اكسكيوشن للبروسيس. جانت شارت بتبقى عباره عن خريطه زمنيه ببدا ان انا اوضح فيها تايم سلوتس كده. فانا عندي التوتال تايم اللي محتاجه علشان انفذ كل الخمسه بروسيس هو 20، فانا قسمتهم ل 20 سلوت. فمثلا لو جينا نتكلم عن اول الجوريزم اللي هو الفيرست كوم فيرست سيرفد، ده ابسط واحد ممكن نشتغل عليه، اللي هو بيقول لي اللي وصل الاول واللي موجود في الترتيب بتاع الريدي كيو هيبدا ان هو يحصل له اكسكيوشن الاول. فبالترتيب كده علشان اوضح ان البي 1 هي اول واحده ظهرت وهيحصل لها اكسكيوشن، فانا ممكن اجي على اول 2 تايم سلوت عشان البيرست تايم بتاعه 2، وسلكت ان هي اللي هيحصل اكسكيوشن دلوقتي البي 1. بعد ما هي تخلص هيبدا ان هو اللي عليه الدور في التنفيذ يجي اللي هو بي 2، والتايم سلوت بتاعه عباره عن 1، فهو هياخد تايم سلوت بس. بعد كده عندي البي 3 عباره عن 8، فانا هاخد 8 تايم سلوت. انا هنا مثلا بدات عن تايم بيساوي 3، والبيرست تايم بتاع البي 3 عباره عن 8، فانا هخلص عند 11، فانا همارك كده ان هي خدت 8 تايم سلوت. بعد كده بي 4 وبعدهم بي 5. فبالشكل دوت انا كده وضحت له ترتيب تنفيذ البروسيس باستخدام الالجوريزم الاولاني اللي هو الفيرست كوم فيرست سيرف. بالنسبه للالجوريزم الثاني اللي هو الشورتست جوب فيرست، فهو ببساطه بيقول لي البروسيس اللي هتاخد وقت اقل دايما نفذها في البدايه. فانا عندي هنا 5 بروسيس، هبدا ان انا اسلكت اقصر واحده، فهلاقي ان هي بي 2، فانا همارك هنا باللون بتاع بي 2 بحيث ان انا اقول ان هي بدات في التنفيذ الاول. بعد كده عندي البي 1 التايم بتاعها 2، فانا هسلكت 2 تايم سلوت واقول كده ان بي 1 حصل لها اكسكيوشن. بعد كده عندي البي 4، دي تعتبر اللي هي اللي عليها الدور لان هي الاقصر من الباقيين يعني. بعد كده عندي بي 5 هتاخد 5 تايم سلوت، وبعد كده اللي هي اطول بروسيس اللي هي رقم 3 هتبدا ان هي في التنفيذ وهتاخد 8 سلوت. الالجوريزم الثالث اللي هو النون بريمتيف برايورتي، لو انا شغال بالبرايورتي فانا هشوف بناء على اللي هو قاله ان الرقم الاكبر هو اللي له اولويه، وبما ان الخمسه بروسيس موجودين حاليا في السي بي يو عن تايم 0 وكلهم جاهزين، فبالتالي الحاجه اللي هتسلت بناء عليها هي البرايورتي بس، ما عنديش حاجه خاصه بالتايم. فانا عندي هنا قال لي في السؤال ان الرقم الاكبر في البرايورتي بيكون ليه الاولويه، وبالتالي انا عندي بي 3 هنا البرايورتي بتاعتها تساوي 4، فانا عندي هي ليها الاولويه فتبدا من تايم 0 وتاخد 8 تايم سلوت. بعد كده هلاقي ان البرايورتي اللي بعدها هي رقم 5، عندي البرايورتي بتاعتها ب3 فهتاخد 5 تايم سلوت. بعد كده عندي 2 ايكوال، يعني عندي هنا البي 1 البرايورتي بتاعتها 2 وبي 4 البرايورتي بتاعتها 2. فانا قال لي في الحاله اللي يحصل فيها تاي كده انا هبدا اسلكت بناء على وصل للريدي كيو الاول، فهيكون بي 1 هي اللي وصلت الاول، بعد كده البي 4 تاخد 4 تايم سلوت، وهيحصل عندي في الاخر باقي بس اللي هي البروسيس رقم 2، فهتبدا ان هي تاخد 1 سلوت عشان يحصل لها اكسكيوشن. بالنسبه للالجوريزم الرابع اللي هو الراوند روبن، الطريقه اللي بيتعامل بيها ان هو بيقسم السي بي يو تايم لسلوتس، كل سلوت عباره عن كوانتم بيساوي 2، وبيضمن او ميزه الالجوريزم دوت ان هو بيضمن الكونكرنسي، يعني انا عندي الخمسه بروسيس يكونوا شغالين على التوازي مع بعض. فبما ان في السؤال دوت بيقول ان الخمسه كلهم موجودين التايم بيساوي 0، فهيبدا ان كل واحد من البروسيس دي تاخد تايم كوانتم ويحصل لها اكسكيوشن، وبعد كده بتطلع من السي بي يو وتدخل تاني الريدي كيو لو لسه باقي فيها تايم. تعالوا كده نشوف السيكونس هيمشي ازاي. انا عندي هنا بي 1 هتاخد تايم كوانتم، او ان هي هتاخد 2 سلوت يعني علشان انا شغال بالراوند روبن تايم كوانتم 2، فهي هتاخد اول 2. طيب هل هي كده خلصت؟ انا عندي اساسا البيرست تايم بتاع البروسيس بي 1 هي ان هم 2 اصلا، فخلاص هي كده خلصت. فبعد كده البي 2 هتكون موجوده وعايزه تالوكيت. طيب هل هي محتاجه التايم كوانتم كامل؟ لا، ده هي محتاجه البيرست تايم بتاعها عباره عن سلوت واحد بس، وبالتالي هي هتاخد السلوت دوت ويحصل لها دي الوكيت.
وتكون كده terminated. بعد كده البي 3 هي اللي عليها الدور في التنفيذ، هتاخد تايم كوانتم اللي هو 2 سلوت بس، وهتبدأ ان هي تطلع وترجع تاني للريدي كيو. وبعد كده بي 4 هتبقى موجودة فهتبدأ ان هي تاخد تايم كوانتم، وبعد كده بي 5. عند اللحظة دي هيبقى كلهم كده اخدوا التايم كوانتم بتاعهم، وهيبدأ ان هو يرجعوا بالترتيب تاني. انا عندي بي 1 خلصت وبي 2 خلصت، وبالتالي قدامي بي 3 بس هي اللي لسه، فهتبدأ ان هي تاخد كوانتم. عندي برضو البي 4 تاخد الكوانتم التاني، وبالنسبة لبي 4 كده هتكون خلصت عند تايم بيساوي 13. بعد كده بي 5 تاخد تايم كوانتم، وهنرجع من الاول تاني، فهتبدأ ان هي بي 3 تاخد تايم كوانتم، بي 4 هتكون حصلها ترمينيشن خلاص هي كده خلصت، وبالتالي بي 5 هي اللي هيحصل ان هي تدخل جوه السي بي يو وتاخد تايم سلوت واحد عشان هما 5 وهي كانت خلصت 4 قبل كده، وبعد كده بي 3 تاخد الاثنين سلوت الباقيين. فده كده الطريقه اللي هيمشيها كل الالجوريزم في الاكسكيوشن بتاع البروسيسز. بناء على المعلومات اللي موجوده في جانت شورت هبدا ان انا اجاوب على باقي الاسئله، اللي هو كان محتاج مني ان انا احسب التيرن اراوند تايم بتاع كل بروسيس خلال كل الجوريزم، وكمان احسب الويتنج تايم. فتعالوا كده نشوف ازاي ممكن نستخدم المعلومات دي علشان نحل السؤالين الجايين. عندي التيرن اراوند تايم بيقول لي ان هو عباره عن ايه. هو التايم اللي اخدته البروسيس من اول ما حصل لها، من اول ما وصلت الريدي كيو لحد ما حصل لها ترمينيشن او ان هي خلصت اكسكيوشن. فلما نيجي نبص على كل الجوريزم على حده كده، انا عندي المساله هنا كان بيقول ان كل البروسيس وصلت عند تايم بيساوي 0، وبالتالي البدايه عندهم كلهم هتبقى بتساوي 0. لما نيجي نبص على اول الجوريزم اللي هو فيرست كوم فيرست سيرفد، هلاقي ان هو خلص عند تايم 2، وطالما 2 فانا المفروض ان انا اقول 2 ناقص 0، فهي بالنسبه لي برده هتساوي 2. طيب بالنسبه لبي 2 هي كده خلصت عند تايم 3 وكانت بادئه عند 0، يبقى انا عندي التيرن راوند تايم الوقت اللي اخدته بالكامل جوه الريدي كيو والسي بي يو كمان عباره عن 3. البي 3 خلصت عند تايم 11 بالنسبه للفيرست كام فيرست سيرفد، البي 4 خلصت عند 15، والبي 5 خلصت عند تايم 20. طيب بالنسبه للشورتست جوب فيرست، هلاقي ان انا هبص هنا على اللاين الثاني، فهلاقي ان البي 1 خلصت عند تايم 3، البي 2 خلصت عند تايم 1، البي 3 هنا خلصت عند 20 عشان هي كانت اطول بروسيس، البي 4 هنا لو جينا نبص هتلاقي ان هي خلصت عند تايم 7، وعندي بي 5 خلصت عند 12. بالنسبه للنون بريمتيف برايورتي، فانا عندي هنا البي 1 كانت برايورتي بتاعتها قليله شويه فهي خلصت عند 15، بعد كده البي 2 خلصت عند 20 كانت هي اللوست برايورتي، عندي بي 3 كانت هي اعلى حاجه وخلصت عند 8، بعد كده بي 4 هنا خلصت عند 19، وعندي بي 5 خلصت عند 13. بالنسبه للراوند روبن هتلاقي ان هنا بي 1 هي حصل لها اللوكيشن على طول جوه السي بي يو وخلصت عند تايم 2، البي 2 خلصت عند تايم 3، البي 3 هنا خلصت عند تايم 20 هي قعدت تاخد سلوتس ورا بعض لحد ما خلصت عند تايم 20 في الاخر، عندي بي 4 هنا حصل لها ترمينيشن عند تايم 13، وعندي بي 5 خلصت عند 18. بعد كده طلب مني الويتنج تايم. ايه هو الويتنج تايم؟ انا المفروض احسب ايه الوقت اللي قعدته كل بروسيس جوه الريدي كيو من اول ما وصلت لحد ما حصل لها ترمينيشن. فانا لو جيت لاحظت كده هو انا دي ممكن تساوي ايه، فببساطه ممكن احسب ان هي عباره عن التيرن اراوند تايم ناقص الاكسكيوشن. ليه؟ لان انا عندي هي لو مثلا احنا كنا حاسبين التيرن اراوند تايم بتاع بي 2 هنا في الحته دي ان هو كان بيساوي 2، معناها ان هي وصلت عن تايم 0 وخلصت عند 2، فهي كده يعتبر ما قعدتش قوي في الريدي كيو فما فيش ويتنج تايم. فانا لما اجي احسب الكلام هنا، انا هنا حطيت جنب كل بروسيس التايم البيرست تايم بتاعها، يعني هي قعدت في السي بي يو كاكسكيوشن وقت قد ايه، وبالتالي الويتنج تايم هيكون هو التيرن اراوند تايم اللي انا حاسبه من المره اللي فاتت ناقص البيرست تايم او الوقت اللي هي قضيته في الاكسكيوشن. فهنا هقول 2 ناقص 2 وبالتالي الويتنج تايم هنا 0، هنا 3 ناقص 1 فهتبقى بالنسبه لي بتساوي 2، هنا 11 ناقص 8 وبالتالي هتساوي 3، هنا هقول 15 ناقص 4 وهنا 20 ناقص 5 فهتساوي 15. وهمشي بنفس الطريقة على كل التايم بعد كده، ان انا هطرح التيرن راوند تايم ناقص الاكسكيوشن تايم او البيرث تايم فيديني الوقت اللي قعدته جوه الريدي كيو او اللي هو بنسميه الويتنج تايم. علشان احكم على جودة الالجوريزم ما ينفعش ان انا احكم على بروسيس لوحدها او ان انا اقارن بروسيس بالتانية، انا بحسب الافريج ويتنج تايم بتاع الكل. فانا لو جيت حسبت الافريج تايم ان انا ببدا ان انا اجمع الويتنج تايم بتاع الخمسة بروسيس واقسم على عددهم اللي هو 5 فهيديني دوت الافريج تايم بتاع كل الجوريزم، وبالتالي في الحكم ان انا اقدر اقول ان الشورتست جوب فيرست هو يعتبر اللي حقق لي اقل ويتنج تايم. و
ودي تعتبر إجابة منطقية ممكن نتأكد منها إن إحنا ماشيين بشكل صحيح في الإجابة، إن الشورتست جوب فيرست دايما هيكون هو الويتنج تايم.